معك يكون تفوزوا. شيل ايدك. هلا ما في فوز، ارجع بوقت تاني. ولك انتو يا زعرة شو فاكرين حالكم؟ على مين بدكم تعلموا بحارة مين؟ اللي لشوف احكي يا زعر. ارجع هيك على السلم لورا. هوب هوب هوب. عم يصير؟ روح وقول لمعلمك منشان ما ينأذى حدا، روحوا من هون احسن ما اذبحكن وما خلي واحد فيكن واقف على رجليه. اسمع يا اخ، عدوا عاقلين مشان ما نضطر نهد الحاره. هلا في ضيف مهم كتير جوا. مين هالضيف المهم اللي جوا؟ عمو فؤاد؟ خالي دخانه؟ ايه فؤاد بيك اللي جوا، هو جاي مشان يعزي والشباب فهم الموضوع غلط. انتوا استنوا هون، ما في داعي للمشاكل هلا، انا رح اتصرف القصة عندي. رفقي اتذكر مين اللي قدامك، ما تجبرني انا ذكرك بطريقتي. بنتي؟ انت شو عم تعملي هون؟ انا جاية لحتى عزي عمو فؤاد. وانت؟ انا كمان اجيت لعندهم لاني فكرت اني بقدر خفف وجعهم، بس اللي شفته انه هن مو ناويين على خير. ابنهم حاطط مسدس براس ابني والتاني حط سكين بوشي. عندي خبر بكل اللي صار، وأصلاً أنا كان إلي إيد بهذا الوجع، ومشان هيك ما بدي إياهن ينضروا بسببي أكتر. شوف عمو، أنا رح أتصل بعلي رضا، ولما يعرف إني هون رح يحس إنه عيلته صارت بأمان هلأ، لأنه هو بيعرف منيح مكانتي عندك.